السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الخير. بنتكلم اليوم من كتاب الصقر حياة برية، كتاب تأليفي، بنتكلم عن موضوع مهم. كتاب طبعا فيه عن الصقاقير وعن كل شيء، ألوان الطيور وعن أمور واجد، لكن بنتكلم عن موضوع مهم جدا، النباتات الغير سامة. المطلب الأول، نباتات الرعي، الكلى والحمض والخلة. الحمض والخلة راح يصير فيها جدال واجد، لكن نتكلم عن كلام قديم قبل الإسلام باللغة العربية والكلام الصحيح. الكلى هو عند العرب يطلق على العشب وهو الرطب، والقفاقيف وهو العشب الخفيف، والزماليك معروف الزملوق اللي يصير عود براسه مدببه وانه مثل قبلها تطلع الزهره، وهو نبته ربيعيه الزماليك، وعلى العروه والشجر والنصي والصلبان والحلم. ترى هذا كلام يعني قديم جدا، والشيح وحلمة والشيح والعرفج وضروب العرى أو العرى، وكلها داخلة في الكلى، كل هذا داخل في الكلى. وقيل الكلى يطلق على العشب فقط الرطب ويابس، العشب كله يسمونه كلى، العشب سواء رطب ولا يابس. في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم فضل ماء يمنع به كلى. سنن ابن ماجه. وقال الشاعر رجع بن فزير الله يرحمه، سنن الرجاوي، شاعر من أقوى الشعراء المعروفين، شعراء كويت: بدو تلقط بالقفاقيف جدة، ما سايلوا عن راعي القصر والطين. هذا الكلام يتكلم هنا عن الحمض والخلة. أما الحمض طبعا راح يختلف ناس معاي راح يتكلمون، ولكن الحمض في العبرية حميص، وفي السريانية حمس، وهو كل نبات لا يهيج في الربيع ويبقى إلى القيض، وفيه ملوحة، فيه ملوحة إذا أكلتها الإبل شربت عليه، لازم ترد إشارة الإبل في الحمض، وإذا لم تجده رقت وضعفت. اللي ما عنده حمض تضعف الإبل، لازم من الحمض. والعرب تقول الحمض فاكهة الإبل، ونبات الحمض كثيرة متنوعة. بقول أساميها ممكن بعضها أخطأ فيها: النجيل، الخضراف، الرمث، القلام، الهرم، الطرفة، العراد، الأراك، القرمل، الخريط، العصلة، الرغل، الدبس، العرين، الغضاء، الإثل، السواد، الثرمة، الهرطبيل، الضرمانة والضمران، والشنان والروث والضمران. أما الفاكهة الأشجار الحمضية مثل البرتقال والمندرين والليمون، الأشجار هذه ما تدخل معها، مما يسمونها في مصر بالموالح، ما تدخل معها. هذه تكلمنا حين عن الحمض. فيه مثل شو اسمه الرطة، اختلفوا فيها، ولكن سألت عنها يمنون إنها من الحمض الرطة، ما أدري أن ذكرتها ولا ما ذكرتها، ولكن سألت عنها، بعضهم يقول لا بعضهم يقول لي، ولكن الله أعلم. الأغلب يقولون أن الرطة من، أو يسمونها العبل، من الحمض. الحين نتكلم عن الخلة. الخلة يقول أن العرفج يتبع الخلة، العرفج من الخلة. الخلة كل نبات حلو في مرعى، وقيل المرعى كله حمض وخلة، فالحمض ما كانت فيه ملوحة، الحمض اللي فيه ملوحة، والخلة ما سوى ذلك، يعني عقبش اللي أي شيء ما فيه ملوحة يتبع للخلة، وهي خبز الإبل. الخلة خبز الإبل، والعرب تقول الخلة خبز الإبل والحمض فاكهتها، وقد تتحول إلى الحمض إذا ملت الخلة. وفي المثل إنك مختل فتحمض، يقول حق رجالك إنك مختل فتحمض، يعني غير حالك، غير وضعك، أي انتقل من حال إلى حال. جزاكم الله خير. هذه بعض المعلومات، معلومات دقيقة وقديمة إخواني، فيها ناقصة فيها زود، لكن أنا اختصرتها في هذه الأمور، وفيها اختلاف كثير، وكل عند كل عرب أو كنت بدو لهم مسميات خاصة. هذا من كتاب الصقار والحياة البرية، بحط لكم أرقام اللي مطلوبة سعودية وبالخليج موجود، وأحط أرقام يوفركم كل مكان.